المهم اليوم كنت بتكلم عن موضوع اسمه صرخة يقظة أو صرخة اليقظة. اسمه شوي كأن كذي مسلسل رمضاني كله دموع وصراخ وصياح، ولكن الفكرة وراءه شوي مختلفة. هي إن هالأيام وايد توصلني أخبار ورسائل أيضاً من ناس عن أشخاص في أعمار نسبياً صغيرة يتعرضون يا أن يصير فيهم كوليسترول، يا أن سكتة قلبية، يا أن جلطة، يا أن أعمارهم أصغر وأصغر. يعني الحين عادي نسمع عن واحد في الأربعينات مثلاً سكتة قلبية ولا جلطة ولا كذا. فأمس قعدت أفكر، هذا الموضوع وايد على بالي هالأيام، يعني شلون واحد صغير ممكن أن تصيده سكتة وممكن أن حتى يتوفى منها. وشنو هي خلينا نقول الإشعارات اللي ممكن جسمه يكون عطاياها اللي هو ما سمعها، يعني شنو ممكن تكون التحذيرات أو الإنذارات اللي جسمك قال لك إنه ممكن إنه يكون في شيء غلط بس أنت ما سمعت وما غيرت شيء عشان تحسن هذه المشكلة. بس بسكر الكومنت عشان أقدر أكمل. فقعدت أفكر، صار لي حين يمكن أسبوع قاعد أفكر في هذا الموضوع، إن شلون واحد يوصل إلى درجة الجلطة أو السكتة القلبية بدون ما يكون شايف شيء يحذر منها. والمفروض إن إحنا إذا نعتمد على الجسم، ومفروض الجسم من الله عنده هذه القدرة على إنه يعطيك مؤشرات ويعطيك تحذيرات، شلون أنت ما شفتها؟ فسؤالي الأول هو شنو تحتاج إنك تشوف، شنو تحتاج إنه يصير في حياتك عشان تكون هي صرخة اليقظة أو الويك أب كول اللي إحنا نسميه ويك أب كول، إن الشيء اللي ممكن يكون كأنه كف، كأنه حد صاب عليك ماي بارد، ما أعطك خبر يخوف عن صحتك عشان توعى وتبدأ تغير. ففي ناس ممكن حتى إذا تصيدهم حساسيات متواصلة، مثلاً حساسية مزمنة، ممكن انه يحس انه اوكي خلاص انا جسمي فيه حساسيات وهذه مو طبيعي، وان هذه خلاص هذه هي الصرخه اللي كنت احتاج اسمعها من جسدي عشان ابدا انتبه واغير اشياء. معناته ان انا الحين مو مقبول اللي قاعد يصير، مو مقبول ان انا عندي حساسيات مزمنه. لان في ناس هالايام مع الغبار اللي طاف الاسبوع اللي طاف حساسياتهم كلها زادت، الروماتويد عندهم زاد. ففي ناس يقول لك لا خلاص انا الحين صار عندي حساسيات وايد، عارف ان اكيد في شيء غلط، فانا الحين ببدا انتبه وببدا اغير وببدا اقرا وببدا. في ناس يمكن من صداع نصفي متواصل او مزمن، وفي ناس يتم سنين على مؤشرات ما يسمعها ولا حتى يعني ولا كأنه في شيء. عادي انه هو ياخذ ادوية سكر، عادي انه هو ياخذ ادوية ضغط، عادي انه ادوية كوليسترول، عادي انه عمره صغير وما المفروض تكون فيه هذه الاشياء، عادي انه مثلا واحدة صيدها صداع نصفي وتقعد تترقد في الفراش 3 ايام وبعدين تقوم عقب تقول لك ايه انا عندي قابلية صداع نصفي. عادي، يعني ما تحسون ان هذه هو مؤشر؟ يعني ما يكون هذه هو المؤشر؟ وفي ناس ينتظرون الى ان تصير الصرخة الكبرى او الصرخة اليقظة الكبرى اللي هي بعيدة عنكم السرطان. فكثير من الناس لما أكلمهم عن مرض السرطان، على طاري الحين كنا نتكلم عن السرطان، كثير ناس لما أكلمهم عن مرض السرطان بعد الشفاء إذا غيروا أشياء وتشافوا يقولون لي إن السرطان كان أحسن شيء صار لنا. يعني تشخيص مرض السرطان كان أحسن شيء صار لي، لأن اضطريت أني أغير واضطريت أني أدقق واضطريت أني أنسف كل البرنامج الحالي عشان أغير. في واحدة ثانية كانت سامعة عن صديقتها عندها سرطان وتقول في قلبي حسيت إن يعني شوية غيرة، طبعا ما حد بغار من أحد عنده سرطان، ولكن تقول حسيت بشوية غيرة لأن حسيت إن هي الحين بتيها اليقظة أو صرخة اليقظة أو كف اليقظة اللي أنا أنتظرها من زمان وما أحس إن أنا بغير شيء بدونه. فأي من الناس أنت؟ هل أنت من نوع الناس اللي ممكن عارض صغير يعطيك هذه الكف اللي تحتاجها عشان تقوم تغير؟ أو هل أنت من الناس اللي لازم شيء وايد عود، لازم تصير قنبلة
عشان أبتدي أغير أشياء. يعني بعض الأوقات إذا نسمع مثلاً عن بنت فلان ولا بنت فلان ولا ولد فلان مرض صار في كذا، نقوم نقعد نفكر في عيالنا، أنا بروح أسوي تحليل حق ولدي، بروح أشي كذا 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 كذا. هذه الشطة اللي أدخل فيها ممكن أنه تدوم أسبوعين ثلاثة، بعدين الخوف يروح، وأنا لحين ما سويت أصلاً الموعد عشان أسوي التحاليل، وخلاص أنسى، ويرجعونهم على أكلهم العادي. سمعون خبر ثاني، فلان صار فيه ترى سرطان، لازم اروح افحص والله صح انا مؤخرا كان. فاذا طاف هذا الخبر وفي السنة ما سويتوا شيء، نادر جدا ان بتسوون شيء بعدين. ففلان مثلا توفى من سكتة قلبية، والله انا عندي مشكلة وزن من زمان، ولازم اتشيك قلب، لازم اتشيك القلب، ولازم اقلل الكوليسترول، ولازم احافظ على كذا كذا كذا، بس لانك سمعت ان فلان صار، ولا انت ماشي في حياتك عادي، فشنو اللي تحتاجه يصير عشان يصير احد يصب في وجهك ماي بارد وتقوم وتصحصح؟ يعني لا ننتظر صرخه اليقظه تصير وايد اكبر من اللازم عشان نبدا احنا نتحرك. بقرا لكم رساله وصلتني قبل يومين، واستاذنت من صاحبه الرساله، قلت لها بجاوب عليها في حلقه. فهي كتبت لي: السلام عليكم، ببدا في مشكله زوجي ويا ليت تساعدينا، والله ما حصلت احد ينصحنا. زوجي عمره 35، اوكي 35، ومدخن وعنده سمنة، وأصيب قبل 3 سنوات بجلطة في القلب، وحطوا له دعامات في الشرايين، والحين ياخذ أدوية سيولة الدم وحبوب لبترول الكوليسترول وأسبرين. والمشكلة الحين عنده انزيمات الكبد مرتفعة، بالإضافة إلى بروتين في البول وارتفاع في الضغط 150 تقريبا. فسمعوا السؤال، انتوا الحين سمعتوا القصة الطويلة العريضة. السؤال: ما العلاج المناسب اللي ما يتعارض مع الأدوية اللي يستخدمها؟ مو هو فأنا للمرة اللي مرسلة هذه الرسالة، شكرا لك على هذه الرسالة، لأن هي تشرح بالضبط الموضوع اللي أنا أبي أتكلم عنه اليوم. أولا، في مشكلة أنه هو عمره 35 وفي كل هذه الأشياء، يعني حرام فعلا فعلا. وكل هذه الأشياء اللي هي كاتبتها في الرسالة كلها أشياء ممكن أن نتفاداها، وممكن أن تدخل من ضمن الوقاية إذا أكل عادل. فمدخن وعنده سمنة، هذه أول شيئين أنت تقدر تغيرهم، ولكن ما بيغيرهم لأنه واضح أنه هو مواصل. فأول حين ما يبي حل للمشكلة الأساسية أنه مدخن وعنده سمنة، يبي حل لا يتعارض مع الأدوية اللي هو قاعد ياخذها. فهو بيكمل ياخذ أدوية، فبس يبي شيء يمشي حاله، ما عارف يعني حتى شنو هو العارض اللي بقى اللي هو قاعد يحس فيه. وش بتسوي؟ بتنزل كوليسترول، ولا بتقلل دقات القلب، ولا بتخفف الضغط، ولا ايش بتسوي وايش بتخلي في هذه الحاله؟ فإجابتي ممكن تكون في هذه الحاله انه هو رقم واحد لازم يكون مستعد انه يوقف تدخين. اذا هو مو مستعد انه يوقف تدخين، ما نقدر نتحرك الى الامام، ما نقدر نتحرك الى الامام. اذا هو مو مستعد انه يغير في اكله وفي نمط حياته عشان يقلل السمنه اللي هي صارت بسبب هذه الاشياء، ما نقدر نتحرك الى الامام. ما اقدر حتى انا لو بعطيك حبه سحريه، لو بقول لك كل يوم اكلي سلطه الفلانيه واخذي كركم واخذي كذا واخذي كذا، شو الفايده اذا الريال مو مستعد، ما شايف ان هذه هي صرخه اليقظه اللي ممكن هو يحتاجها؟ وبعض الاوقات واحد بس اذا يقرا رساله من هذا النوع عن نفسه او يكتب عن نفسه، يعني اذا تكتبون رساله كانكم كاتبين لي ان انا فيني كذا وكذا وكذا، وبعدين بس ابتعدوا شوي واقروا هذه الرساله. انت بالنسبه لك هل هذا مقبول ان انت كاتب هذه الاشياء عن نفسك؟ هل تقبل؟ واذا ما تقبل ليش ما قاعد تسوي شيء؟ فهي يعني شوي هذه حلقه عتب، لان احس ان رمضان فعلا لازم يكون وقت الوقفات الصريحه مع الذات. يعني غير ان انت بتطبخين حق عيالك وبتسوين وبتفعلين وبتزورين فلان وبتوجبين فلان وغبقه وسحور وكذا، يعني خلي يكون رمضان هالسنة وقفة صريحة مع الذات. ما دام أنا صايمة ومخي الحين فاضي لأن ما في أكل ومعدتي فاضية وخلص صاير هذه الهدوء الشامل، هل أنا قابلة اللي أنا فيه؟ هل أنا قابلة أن أنا عندي مشكلة وزن طول هالسنين وما يبقى رايح والياي أتشكالة بس ما قاعدة أسوي شيء عن الموضوع؟ هل أنا قابلة الوضع اللي أنا فيه الحين؟ هل قابلة أن أنا عندي كذا نوع من الأدوية؟ هل قابلة أن ليش تقبلون على روحكم؟ فهذه الشخص الحين عمره 35، شنو تتوقعون بيصير على 50؟
يعني هو في مثل يقول لك إن أول 50 سنة في حياتك تنعطالك، والخمسين اللي عقبها لازم أنت تكون تستاهلها، لازم أنت تشتغل عليها عشان تتم فيها. فعقب 50 وايد صعب، قبل 50 يمكن بعد يلا العمر يمشي يعني خليك تطلع من بعض الأشياء، بعد 50 جدا صعب. فالسؤال هو إن هذا لين الأشخاص اللي يقولون لي مثلا إن سرطان كان أفضل شيء صار لهم في حياتهم، لأنه كان كأنها صرخة يقظة وعدتهم صحتهم على أشياء لازم يسوونها الحين. السؤال هو هل أنت تنتظر شيء من هذا النوع عشان تبدأ تغير؟ لأنه ممكن تنتظر وممكن يصير. وإذا ما قاعد تنتظر هذا الشيء، لأن معظم الناس الحين في اللي قاعدين يتابعون هذه الحلقة بيقولون لك لا طبعاً أنا ما أنتظر هذا الشيء، أعوذ بالله مستحيل، عايش تنتظر؟ شنو قاعد تنتظر؟ ما أدري، أحس إنه يعني الحين دخلنا شوي في كمجتمع كامل في العالم كامل، يمكن حتى بس بقول أكثر في العالم العربي، كأنها حالة خدر إن أنا بدل ما أنا قاعدة أسوي شيء عن المشاكل اللي عندي وقاعدة أتخذ خطوات عشان أحلها، يصير كأنه نوع من الهروب وأدخل السوشيال ميديا وبس أقعد أفرر في الحسابات، وما نبي نتابع حسابات اللي وايد سيريس، يعني ما نبي شيء وايد جد، نبي شيء فريحي، أشي يضحك، ونفرر في هالمحطات الرمضانية ونطالع المسلسلات، هذه كلها حالات هروب، لأنها وايد أسهل من أن أنا أنظر إلى الواقع اللي قاعد يصير، وقفة صريحة مع نفسي وأقول غير مقبول اللي قاعد يصير الحين، غير مقبول أنا قاعد أخذ كل هالأدوية، غير مقبول أنا أقوم من الصبح كل شيء يعورني في جسمي، غير مقبول أن أنا أدخل في اكتئاب داخل طالعة في اكتئاب، غير مقبول. فذاك اليوم على إنستغرام أظن شفتوه، يمكن كنت حاطة عن سين جيم العصير الأخضر، فسألوني أسئلة كذا كذا، واللي تسألني متى تشربينه وش تحطين فيه، وجاوبت على كل الأسئلة، حاولت أجاوب عليها كلها وعلى أكثرها يعني. فواحدة من التعليقات اللي حطتها واحدة من البنات كاتبة إن أنتي شنو، إن أنتي بما معناه يعني، بما معناه إن أنتي بشرتك شاحبة وشعرك ناشف، الصراحة ما يشجع شكلك على أن الواحد مدام أكلك صحي وشكلك كذي، واحد ما يتشجع أنه يأكل أكل صحي أو أنه يشرب العصير الأخضر. فشوفوا الإجابة اللي حطيتها لها يعني، فالمغزى من الإجابة هي أن إحنا الحين قاعدين نطالع العالم أو المجتمع عبر فلتر، فاللي ما حط كفاية مكياج أو اللي ما حط الفلتر المناسب على سناب شات، يعني بكل سهولة حط لكم فلتر الحين وأطلع وايد أحلى يعني، ولكن ما حط فلتر مناسب وما حط كفاية مكياج، فتطلع أن هي شاحبة أو صحتها غير ملائمة. ففي الإجابة اللي كنت أجاوبها كنت أقول لها أن ترى الصحة مو بس شكل، طبعا الشكل يلعب دور، إذا واحد صحته زينة بتنعكس في شكله أكيد، في بشرته أكيد، في شعره أكيد، ولكن اليوم نرى مجتمع مكتئب، القلق والاكتئاب تخيلوا على سنة 2030 بيكون أعلى الأمراض، أعلى المشاكل صحيا في المجتمع كله في العالم. فحتى لو انت شكلك وايد حلو، وحتى لو لقيتي سحر، انا لحين ما لقيته، بس حتى لو لقيتي سحر يوقف الوقت ويخليك شباب على طول، ما لقيته ولا ابي القاه حتى اصلا، ما بتلقين سحر يغير النفسية. فالصحة اللي نتكلم عنها صحة نشاط، صحة شغف، تقومين الصبح مشتطة على شيء، ودك تسوين شغل، ودك تنجزين، انتاجية عندك، شغف للحياة، سعادة فطرية، بهجة، يعني فعلا الواحد يكون سعيد مو بس مكتئب وقاعد يفرر في هالأكاونت، ولما ينزعج من شكله يحط له فلتر عشان يغطي، ولما يطالع القناة الأخبارية ويشوف فيها حروب بعدين يقلب على سناب شات شيء يضحك عشان بس ينسى ويهرب. فإحنا في حالة هروب، وهذه حالة الهروب قاعدة الآن تنطبق على حالتنا الصحية. صار لي أسبوع فيني صداع كمثال، بس عادي، دواء يشيل الصداع، ينسيني، أهرب خلاص، مو لازم أحل المشكلة لأن الدواء يحلها، الدواء يسكتها ويحلها. فسؤالي لك هو ما هي
صرخة اليقظة اللي أنت تحتاجها اللي تحس فعلا بتعطيك حافز للتغيير. شنو هو الويك اب كول اللي تحتاجه؟ بس فأبي أخليكم إن شاء الله مع هذا الأسبوع، من الحين للأسبوع الجاي فكروا في هذا الموضوع. يعني حلو إن الواحد في أول يوم رمضان يبدأ يقيم أولوياته، أيضا يشوف شنو أنا أولوياتي وشنو مستعد إني أضحي بشنو عشان نوعية الحياة اللي كان قاعدة أعيشها الحين، وشنو ممكن أغير، مو شرط بس في رمضان، شنو ممكن أغير بعد رمضان. فشكرا لكم حسن استماعكم، ما تقصرون على وجودكم معاي. أنا حاليا في رمضان قاعدة أشتغل على الأكاديمية القادمة إن شاء الله الجديدة، بنطلع بدورات جديدة حق الأكاديمية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، على الأقل كورس كورسين في البداية يعني لما نضيف لهم. فهذا اللي أنا شغالة عليه في رمضان، فاعذروني إذا انشغلت عنكم هاليومين، ولكن إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى كثيرة. شكراً.